يبدأ الفصل من قلب حرب إعدام الثوري مونكي دي غارب الذي نفذ في هذه الأثناء. عكاينو بصوت عالي يأمر الجلادين بتنفيذ الإعدام، لكن إطلاق رياح قوية محملة بصواعق رعدية وبرقية باتجاه الساحل أطاحت بربع الجنود الموجودين وأسقطت الجلادين من أعلى منصة الإعدام. اللعنة، ماذا الذي حدث للحظة؟ من أين جاءت هذه الرياح فجأة؟ وما مصدرها؟ وهل تظن نفسك قادر على تنفيذ ما تفكر فيه أيها الأدميرال الكلب ساكازوكي؟ اللعنة، هذا أنت أيها المجرم دراغون، هل جئت لتنقذ هذا العجوز الخائن من داخل هذا المكان؟ يو من كان يتوقع ظهور أسوأ رجل في العالم هنا وبهذه السرعة وإحباط تنفيذ الحكم؟ لنرى إذن هل سيتنبأ لهذا الهجوم. في مشهد كعادة بورسالينو التسلل ويختفي من مكانه ويرسل هجوم بسرعة على دراغون الذي واقف يشاهد المنصة حيث غارب، لكن يبدو أن بعض الأشخاص لا يعرفون الفرق الكبير بين الأشخاص. حسنا، سيعلمون به. وبنظرة بعين خاطفة عكست الهجوم، مما صدم الكل من هذا الحضور القوي، ويقفز الثور الأخضر للهجوم على دراغو، لكن هناك من كان يرصد التحرك. ما هذه الحركات العشوائية أيها الأدميرال؟ عين الصقر ضدي، يا لفرحتي أن أحظى بقتال أقوى سيافي الأرض. ويبدأ القتال بين عين الصقر والثور الأخضر بالساحة. الجروسي والفرسان لم يتحركوا بعد، فقط ينظرون للوضع كيف يبدو، وبظهور الثوار أيضا. دراغو، لن تخرج من هذا المكان، أعدك بهذا. ويقفز عكاينو ويقف أمام دراغو لوقفه عن إسقاط الجنود. لن أسمح لك بقتل جنودي وإمناني إذن أيها الأدميرال. ويهجم عكاينو بقبضة الحمم على دراغو، لكن دراغو بسهولة يسلط دراع ويوقف قبضة عكاينو ويطلق رياح التنين عليه بالساحة. أرجعت عكاينو للوراء، مما دفع أحد الجروسي من إحساس بالخطر الوقوف على منصة القيادة لقيادة الجنود الواقفين ويصرخ بالساحة عليهم. اسمعوني جيدا، إنهم فقط اثنان، وهل ستسمحون لاثنين أن يفعلوا ما يشاءون؟ لعلكم عرفتم أنهم الثوار جاءوا لإنقاذ غارب، لكن لا تسمحوا لهم بفعل هذا. اسمع يا مونكي دي دراغون، إن عداوتك لحكومة العالم تضعك ضمن القائمة المجرمين، وقتلك بهذا المكان سيحقق نصر كبير لنا لنتخلص من عدوين بوقت واحد. لن نسمح لك بأن تخرج حي من هذا المكان. ماذا يقول ذلك الأصلع هناك؟ عليك الانتباه، أنا خصمك يا دراغو. ويهجم عكاينو على دراغو بحممه، لكن دراغو يقفز للوراء لتجنب الهجمة. ويبدأ أيضا دراغو الهجوم على عكاينو، وتبدأ المعركة بين دراغو وعكاينو، بحيث هجوم من عكاينو وهجوم من دراغو أمام ناظري الجميع من يشاهد بالساحة المارين. ما الذي جاء بكم؟ دراغون ميهوك، الحرب غير متكافئة. عجل يا جماعة، كما قاله غارب بالفعل، جميع قوى البحرية وحكومة العالم متواجدة في هذه الأثناء، عكس الثوار الذي
لم نشاهد سوى دراغو وعين الصقر، وهم الآن يقاتلون كل من قائد الأسطول ساكازوكي أكاينو والأدميرال الثور الأخضر. بسرعة عليكم بشلب الجلادين لإكمال المهمة. حاضر سيدي. وبالفعل وصل الجلادين لإكمال تنفيذ الإعدام. هيا باشروا التنفيذ من حيث توقفنا. ويستعد الجلادين للبداية. اللعنة، ماذا؟ لن أدعكم تنفذون. ويستعد دراغو لإرسال هجوم نحو المنصة لمنعهم من التنفيذ. وهل نسيت أنك تقاتلني؟ ويرسل هجوم حمامي عليه فيصيب دراغو وقذف بعيدا للوراء. لن أسمح لك بالتدخل في هذا الإعدام يا دراغو، فلا تحاول ذلك. الجلادين على وشك تنفيذ إعدام دار هجوم من حيث لا يدري أحد كالقذيفة يدمر نصف المكان، ويتجه الهجوم نحو تدمير المنصة. لكن أحد حراس إمساما كين يتصدى ويوقف الهجوم المدمر نحو المنصة. هدفكم تدمير المنصة إذن، لكن من صاحب هذا الهجوم القوي يا شورا؟ من؟ هل تأخرت عليك يا غار؟ من؟ هل جئت أنت أيضا؟ لكن أجل يا جماعة، ظهر سينغوكو سان أخيرا للحرب للمشاركة. خائن آخر وصل، ما قصتكم يا جماعة الخائنين اليوم؟ لكن سيتم تصفيتكم بهذا المكان. يبدو أننا لم نتأخر على الوصول للمكان. غارب سان لم يتأدبات بلوبيتي سان. سأجرب أحدث الأسلحة التي صنعتها لهذه الحرب. لقد وصلت أيها القائد دراغو. لا زالت القوة تظهر للثوار سينغوكو سان هنا. يا لها من معضلة كبيرة. علينا تحرير غارب ساما من هذا المكان. ومن سيسمح لكم أيها الثوار؟ وصل قادة الجيش الثوري للحرب بلوبيتي، كاراسو، ليندبورغ، مورلي وكوما، بالإضافة لسينغوكو. لكن مونغا وجميع النواب يقفون في طريقهم، ويبدأ القتال بينهم. بالرغم من وصول كل هذا الدعم، إلا أن الفارق لا زال واضح بين القوتين. ما الخطر؟ لماذا لا يزالون واقفين؟ هيا ابدأوا التنفيذ. لا عليكم من هؤلاء، لن يقدروا على فعل أي شيء. وبالفعل الجلادين يعودون لإكمال المهمة التنفيذ. 1 2 3 ابدأوا التنفيذ الآن. مسافة قوية جدا لم يعلموا صاحبه. أسقطت الجلادين من أعلى المنصة أمام دهشة الجروسي الأصلى وبقية الجروسي الآخرين. من صاحب هذا الغاقي؟ إنه متقدم. لا ندري، لقد جاء من هذا الاتجاه. إنه غاقي قوي. من تلك المسافة يا إلهي؟ انظر، إنها سفينة وصلت للميناء أيضا. جيد، لقد تخلصنا من أولئك الجلادين. هاي هاي هاي، لقد اعتدنا على مثل هذا الجو. أجل، هذا يذكرنا بحرب قبل 3 سنوات. جدي، لقد جئت لإنقاذك عكس ما قمت به أنت قبل 3 سنوات. ولا ألوم، لقد فهمت السبب الآن. قل لي يا إيس، ما رأيك أن أصل لتلك المنصة وأدمرها عن قرب بدون ما يشعرون بي؟ اهدأ يا إينيت،
ليس الآن، علينا ألا نخاطر، فلن يتردد بقتله إذا فعلت هذا. انظر جيدا ما الذي تفعلونه أنتم أيضا كوزان، قائد طاقم الوفاء بهذا المكان. ماذا؟ طاقم الوفاء أيضا وخائن جديد، ماذا اليوم؟ اللعنة عليكم أيها الوفاء. أجل، وصول طاقم الوفاء يزعزع ثقة قوة البحرية، من كان يتوقع وصول هؤلاء للحرب أيضا وهم لا يجمعهم أي علاقة بالثوار؟ لكن هناك من يهم الأمر، جارسان أحمل له العديد من المحبة، لن أسمح لهم بالوصول لغايتهم. أيها الوفاء، عليكم أن تحرصوا على إنقاذ جارسان بأي ثمن، وابتعدوا عن المعارك الخاسرة. وبالفعل كل طاقم الوفاء انطلقوا بقوة مقتحمين ساحة المارين فور باتجاه المنصة، مما دفع قوة الثانية التحرك، الخنزير البني والأرنب الوردية والأدميرال كيزارو وجيش الفيستا. وبالفعل تبدأ معركة أخرى أشغلت الكل بوصول طاقم الوفاء، فلم يظل واقف إلا الجروسي والفرسان الثلاثة بالساحة. وهل تعتقدون لوقت طويل؟ لا، فلم يمضي وقت حتى وصلت سفينة أخرى للمكان، لكن هذه المرة الأمر مختلف، لا أحد كان يتوقع وصولهم. سيدي انظر، إنها سفينة بالمكان. اللعنة، إنهم هم، ما الذي يفعلون بهذا المكان؟ لم نفلح بهذه اللحظة بتنفيذ الحكم، فكيف إذا وصلت المشاكل بعينها للمكان؟ هاي أيها العم الأمن، لقد وصلنا للساحة. أجل، جيد، إنني أسمع وأشعر بأصوات هنا. أجل، إنهم طاقم قبعة القش بالإضافة للأدميرال السابق في جيتورا، وصلوا أيضا للساحة في هذا الأثناء. إنهم هم حفيد غار وابن الثوري درانجو وأخو إنس ابن روجر. ما هذه العائلة التي اجتمعت بمكان واحد؟ سأحرص على عدم خروج أي منهم. زولفي، كين، اتبعانني، سنشارك بهذه الحرب. أيضا علينا منع تقدم طاقم قبعة القش. أجل، هيا لنقضي عليهم بهذا المكان. الفرسان الثلاثة والجروسي تحركوا بعد استشعار بخطورة الوضع الذي هم فيه بعد وصول طاقم آخر للحرب. وصل طاقم الوفاء وتبع طاقم قبعة القش، مما دفعهم للقتال بأنفسهم أخيرا. لوفي، احذر من تلك المرأة، إنها شيطان كامل وقوتها مختلفة عن البشر الذي عرفتهم من قبل، وأيضا هي من دمرت أمازون إقليمنا. شيطان إذا، جيد، لن أسمح لها ولهم بقتل جدي. قبعة القاس، ألا تتعلم من الماضي أيها الفتى؟ سأريك الفرق بيننا وبينكم أيها البشر الوضيعين. في مشهد تيم ساما تختفي من مكانها وتهجم على لوفي، لكن لوفي يقدر على تعقب تحركاتها ويتفادى الهجوم ويتحول لنمط الجير 2 ويهجم بسرعة على تيم ساما ويقذفها للوراء. لم تكن الهجمة قوية، لكن جعلت تيم ساما تغضب أشد الغضب. أيها الفتى، كيف تجرؤ على لمسي؟ فأنت أول واحد استطاع أن يجاري سرعتي ويضربني، لكنني لن أسمح لك مرة ثانية. وتكشر تيم ساما عن أنيابها وتطلق العنان لقوتها بالمكان وتستعد للهجوم على لوفي الذي في وضع للاستعداد للقتال بنمط الجير 5 الإيقاد.
المعركة بدأت أخيرا، كل القوى مشغولة بالحرب، الثوار يقاتلون طاقا الوفاء. بعد وصوله عدل الكفة بين القوتين، وبعد وصول طاقم قبعة القصر غير مجرى القتال، واضطر بقية القوى الكبرى للتدخل القتال بأنفسهم، مما أكسب جار وقت جديد في حياته لحد الآن. أكاينو يعاني ضد الوحش الثوري دراغون الذي لحد الآن لم يظهر قوته الكامل، وقتال عين الصقر والثور الأخضر مدمر. فسيف ميهوك قطع العديد من السفن والآلات بالساحة، وأصيب ببعض الإصابات الثور الأخضر الذي أظهر قوة تسلل في مستوى كبير. بقية القادة الثوار يقاتلون نواب الأدميرالات بشراسة كبيرة. كيزارو في قتال قوي ضد قائد الوفاء أوكيجي، وبقية طاقم الوفاء يصدون جميع جيش الفيستا وان عن طريقهم للوصول للمنصة. أما لوفي فهو يستعد لقتال أقوى شخص داخل الساحة الحرب تيمسام. البقية يستعدون أيضا لقتال الجيروسي الكبار والفرسان. المعركة قوية والوقت ضيق، ترى كيف ستخرج هذه المعركة القوية؟ هل بانتصار الثوار وحلفائهم أم قوى حكومة العالم؟ العديد من الأسئلة تدور في أذن المتابعين. سأقول لكم لا تستعجلوا، كل شيء بأوانه ووقتي حلو. لذلك بالأخير أقول لكم سي بي زيرو يحييكم، سلام.